جاي تبعتهم. قال لي اخر مره تولي تدخل عند الحناء. قلت له علاش؟ قال لي ما توليش تدخل عند الحناء مره. قلت له رانا ندخل. بقينا تزيدنا في الهضره معنا انا سيدي قال لك واحد الساريه دخل فيها اخرى ديال سيمه. ديال سيمه انا سيدي طاح خرج جد الولي فالعدا وقتلت شوري خويا فالعدا وي ما تقتلت شوري خويا ولدو ولدو هو خصو اخوه فالعدا وقتلت شوري خويا فالعدا وقتلت شوري خويا خرجنا انا برا مشينا عند عمتي سمعنا هذه ديال الايتاب ديال الباي واي 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 جاي الايتاب ديال الجيب طالع عندنا من طالع عندنا انا وي شو هو خرجنا تاني تساوي صحابنا عمي انتا صحابنا انتا خرجنا حنايا وصلنا هذه لامبويلونس دير اورونا دير اورونا دايزا واق 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 ولينا بحالنا جات لدي حنا لد عمتي قالت لها نهوزو نضيق لاريو بما هذيك لاريو بي واش عندها الوالد قال لها يلاه تانا نشد الام ولدو اوف ولدو هضر من الوالدين قال لها يلاه شد الام هودو تندينا قلت له صافي ندير لاريو قلنا ندير لاريو زين غدا شوية طان 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 ولا قال له مامي فاض من راسه مامي قال له براسه صافي عاد طلع معاك قلت له بحال من عام سيدي ولا جا بقى يخطي في الوالد انا عييت عليها مامي ما تخطيش فيها ما تخطيش فيها ما تخطيش فيها واحد شوية ما بغاش تسمع لي الهضر وانا صبت على حجرة حداك هزيت هذيك الحجرة طان أشوف مط العين أم عيني أم عيني صد جات بنتو ها أخويا يا أود عمي يا تضربي لي با لا سيري بحال لا هو راه ما تخطيش في الوالد في الوالدة وقطع لا درب